الله يسعد مساكم الشباب جميعا، الله يسعد مساكم جميعا إن شاء الله. محمود اللوز الله يسعد مساك، محمد أبو جاموس الله يسعد مساك. والله يا أبو محمد اليوم الجلوانة إني قلبت المشات القلابة، تلاقيت هذول شوي هذول ما لك غير تروح المشات. موسى موسى الله يسعد مساك، الله يسعد مساك. مراد الله يسعد مساك، أسامة أسامة زهير الله يسعد مساك. محمد حسن الله يسعد مساك. عبد الرحيم الصنور الله يسعد مساك. الله يسعد يسعد مساكم يا شباب جميعا، اللهم صل على سيدنا محمد. وليد الله يسعد مساك يا اخويا وليد، الله يسعد مساكم يا شباب جميعا، اللهم صل على سيدنا محمد. البقلي يا اخوان الطير بابا مد. نعم نعم حميد، انثى بدون ذيل عادي بتبيض، وذكر بدون ذيل بكبس. مراد الله يسعد مساك، محمد القباوي الله يسعد مساك، الله يسعد مساك يا اخويا امين. انثى بدون ذيل بتبيض عادي، وذكر بدون بيض بكبس اموره تمام. هاي البقلي يا اخوان، جلوانه وبقله وخس.
راني الطيور هاي في اغلبها تحتيها فقس وكذا، يعني تطلع كيف تسحب الخضار. الله يبارك فيك محمود سالم، الله يسعد مساك. احمد سعد سعد، احمد سعد سعد، العش صغير، عش الحسون اصلا صغير، عش الحسون اصلا صغير يا اخوي، ما بينفع تكبره. اذا قربت على العش او حركت الفراخ او كذا بتخاف تخسر الفراخ. اللي بقى رجعه بعينك الله. حاتم جلال صدق، الله يسعد مساك. فرخ عش محجل فاطم، لسه والله لسه ما في شيء فاطم، بس ان شاء الله البطن هذا بدنا نحاول نحجله كله من تحت الطيور كلها ان شاء الله، يعني قريب ان شاء الله راح يتوفر عندنا محجل ان شاء الله. لكن في فاطم مطير موجود، سوبر ماركت القدس، الله يسعد مساك. هذه نبتة الجلوانة يا طيب، هاي اللي بوكل فيها الطير الآن، الحسون الويداني، الله يسعد مساك. الحسون الويداني يسعد مساك، هاي النبتة اللي بوكل فيها الجلوانة، هاي ممتازة الجلوانة أو التفاف. باسم العياس ابو العبد، الله يسعد مساك. ياسين موسى الخليفات، الله يسعد مساك. نزرات هنية، الله يسعد مساك يا طيب. وليد، الله يبارك في عمره. الله يسعد مساك يا اخوي وليد. طبعا زي ما احنا شايفين فقس بيض لف عشوش جلوانه، خضار مستمر، خضار مستمر يا اخوان. يحيى، الله يسعد مساك. فراخ عش محجله والله لسه ما عندي، لكن بدك زق يدوي محجل يمكن فيه، يعني الايام الجايه ان شاء الله فيه محجل. الان موجود فاطم مطير، لكن محجل زق يدوي في الايام الجايه فيه، محجل فاطم في الايام الجايه ان شاء الله فيه. حاتم جلال صدق، الله يسعد مساك. ابو عبد الله هشام، الله يبارك في عمره. قيس الشنفري، الله يسعد مساك، الله يسعد مساك يا شباب جميعا. طبعا يا اخوان الخضار، الخضار اهم شيء الايام هاي، الخضار. فقس الجديد بده خضار، ما بده علف. بقله، خس، جلوانه، you
ايوه بستنى في حبايب وزقوه. ايوه لسه هاي ابو محمد البسكري الله يسلم مساك، صالح فرج حياك الله يا اخويا صالح فرج الله يسعد مساك. اكيد يا اخوي اكيد فرخ المطير مجرد ما تعزله كانه طير بري بيكون لطش طبيعي عادي، اشتغل عليه كانه طير بري وعقله يعني بس ياكل ويشرب اموره تمام، تقدر تحطه جنبك على الارض وتعقله يعني ما في مشكله. محمد الله يسعد مساك. الحق صهيب اللحام الله يسعد مساك. مؤيد الله يسعد مساك. صالح فرج الله يحييك ويحيي اهلنا في ليبيا الله يسعد مساك. الله يسعد مساك يا اخويا صالح فرج الله يحييك ويحيي اهلنا واخواننا في ليبيا. طمنونا عنكم اخواننا في ليبيا ان شاء الله الانتاج اموره تمام، ان شاء الله امور الانتاج عندكم ممتاز ان شاء الله. كريم كريم الله يسعد مساك. أبو عدي الله يسعد مساك. أبو أحمد علي الله يسعد مساك. الدبوي محمود الله يسعد مساك. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد يا أخوان. كريم كريم الله يسعد مساك يا أخوي محمد، الحمد لله. أمير الله يبارك لنا ويبارك لك يا أخوي أمير. يا اخوان الايام هاي فقس وبيض وزق ولف عشوش خضار، هاي الخضار مستمر من الانتاج للانتاج يا اخوان، الخضار مستمر ما انقطع. انا قاعد اليوم برا المطير لانه في عشوش قاعد بتلف حوالين المحل قاعدتي فعشان هيك ما دخلت. يعني اليوم شغالين قاعدين برا المطير. حياك الله يا اخوي صالح فرج، ان شاء الله ان الكل نستفيد. مؤمن الله يسعد مساك يا اخوي مؤمن. هاي الجلوانه والخضار، هاي الجلوانه والخضار يا اخوان، الخضار الخس الجلوانه البقله، هي تطير برعى راعي طبعا تحتيه اشي فقس جديد اشي كبير. Thank you.
تامر الله يسعد مساك، الله يسعد مساكم يا اخوان جميعا، ماهر الطريفي الله يسعد مساك. شريف الله يسعد مساك يا اخوي، الله يسعد مساك يا اخوي شريف. تامر الله يسعد مساك، الله يسعد مساك يا اخوان جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يسعد مساك يا اخويا ثامر، الله يسعد مساك يا اخوان جميعا. هاي الخسه يا اخوان زي ما احنا شايفين، هاي الخسه طلعوا كيف ساير فيها، هذه الخسه. الله يسعد مساك يا اخويا ثامر. طارق الله يسعد مساك، اللهم صل على سيدنا محمد. هاي الذكور بتقشش كمان. علي الحداد الله يسعد مساك، أبو محمد الله يسعد مساك، الله يبارك في عمره. طبعا كل طير منشغل حسب ايش اللي في راسه. هاي البقله، طبعا هاي البقله يا اخوان، يعني اليوم عندهم جلوانه وبقله وخس. ثامر الله يسعد مساك، ان شاء الله يا اخوي ثامر على دردشه على المسنجر محمد الشافعي، ابشر ان شاء الله تعالى محمد الشافعي ابشر. ابشر يا اخويا ثامر ابشر، يعني ان شاء الله بعد المباشر راسلني مباشره على مسنجر محمد الشافعي وابشر. والله يا اخوي علي الحداد اني مش ملحق، يعني مش ملحق صح، يعني لا ملحق لا على مسنجر ولا ملحق على اتصال، وحتى الرد على الفيس كمان يا دوب ملحق. ابو زيد عيد الله يسعد مساك، محمد الدش الله يسعد مساك يا طيب.
طبعا هذا المطير يا اخوان دخلت عليه حوالي 10 جواز جداد، يعني ما شاء الله في منهم قاعد بلف عشاش، 10 جواز يعني لميتهم لمم ان شاء الله بلفوا عشاش لهم حوالي اسبوع او 5 ايام. طواير ترابي واشي جلب واشي ذكور ترابي، يعني هذول دخلتهم جديد يعني لهم اقل من 10 ايام الحمد لله يبلشوا يلفوا عشاش. حياك الله يا اخوي ثامر، اعذرني عدم الرد لانه والله بكون يعني مش ملحق الصحيح. علي الحداد الله يبارك عمرك، والله يا اخوي علي الحداد اللي دوم ملحقين، يعني بنحاول قدر الامكان ان نساعد الجميع لكن مش ملحقين يا عمي. على الخاص في ناس كثير انا مش ملحق، يعني مش قادر يعني انسق وارد على الناس كلها، بس الحمد لله اللي بنقدر نرد عليه يعني ان شاء الله، يعني بنحاول ان نساعد الجميع ان شاء الله. الله يبارك في عمرك يا اخوي علي الحداد، الله يسعد مساك، لاني والله مرار ما افتح التلفون بظني ماسكه لبعد الظهر، ومرار ما امسكه من العصر للعشاء وللمغرب، يعني يا دوب لحق. والفتره الاخيره عشان سحبت شويه تفاح يعني بزقهم كل ساعه كل ساعتين، فيعني الوضع صعب. أمير الله يسعد مساك يا أمير. محمود المعني الله يسعد مساك. علي الحتاوي الله يسعد مساك. هاي الطيور لسه بتقشش، طبعا في شيء بقشش جديد. ما
مصطفى ابو محمد، الله يسعد مساك، الله يبارك لنا ويبارك لك. الطيارة بتقشش ما شاء الله، والله ان شاء الله انه كريم كريم، ان شاء الله الموسم ما ينتهي. فترة الليل عادي يعني بامكانك طعميه بعد العشاء وخلص بنام للصبح، المهم بعد العشاء شبعه وخلينا. هاي الحرس الشخصي يا اخوان، هاي الحرس الشخصي. حنافي حنافي الله يسعد مساك. الله يسعد مساك يا اخوي حنافي حنافي الله يسعد مساك. عماد المقنين الله يسعد مساك. الله يسعد مساكم يا اخوان جميعا. طبعا الفراخ يا اخوان احنا بنزقها كل ساعتين. ممكن تزقها كمان كل ساعة، يعني أنا مرار بخلي الأولاد يزقوها كل ساعة. يعني لما أطلع مشوار بخليهم يزقوها كل ساعة. وبعد العشاء بحاول اشبعها قبل النوم، والصبح بدري عم بدها مع صلاه الفجر، الواحد لما يصلي الفجر يزقها كمان مره، يعني اهم شيء وجبه الصبح. تيسير داود العجور الله يسعد مساك. لغاية الأربعين واثنين وأربعين لسه بدري، يعني ممكن الإنتاج ما يتأخر، لكن إحنا عندنا بوقف الإنتاج لما تجينا موجة حر، موجة حرارة تجينا تطلع على الأربعين بكثير، بوقف تقريبا الإنتاج. محمد دوش الله يسعد مساك، حسام الله يسعد مساك. حلاق ابو نور الله يسعد مساك. الله يسعد مساكم يا اخوان جميعا، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. عليكم السلام يا اخوي حلاق ابو نور الله يسعد مساك. الله يسعد مساك يا اخوي حلاق ابو نور الله يسعد مساك. محمد دوش الله يسعد مساك. الله يسعد مساك يا اخوي يا كريم كريم، الله يبارك في عمرك.
البقلة يا اخوان، هاي تطير بوك البقلة، هاي البقلة يا اخوان، هاي البقلة تطير بوك البقلة عشان يزق منها الفراخ. هاي تطير بوك البقلة، شايفين كيف بوكل من الورق؟ هاي بقطع من الورق وهسه بيطلع يزق الفراخ. رامي علي الله يسعد مساك، زهير الله يسعد مساك، حملكم ذكرياتنا الله يسعد مساك يا طيب، محمد محمد الله يسعد مساك، الله يسعد مساك يا اخوي محمد، الله يبارك لك برزقك يا اخوان. هاي الطير والبقلة، هاي البقلة زي ما احنا شايفين بوكل الورق وبوكل البزر، البقلة لزق الفراخ. الله يبارك لنا ويبارك لك يا اخوي زهير، اذا اسمك زهير ان شاء الله اكون قريت صح. هاي الطير بوكل بقلي عشان يزق فراخ، طبعا بوكل البزر بوكل الورق. عندك بيض، عندك فقس، ادعم خضار يوميا جميع انواع الخضار، شو ما توفر خضار قدم. هاي البقلة، طبعا اليوم صورنا من برا المطير يا اخوان لانه في عشاش حوالين الكرسي، يعني حوالين القاعدة في عشاش جديدة فبدناش نخربها. طبعا الذكر زي ما احنا شايفين طلع يزق بنثات وهي راقدة على البيض فوق ان شاء الله، طلع يزق الطيرة اللي راقدة على البيض. وهي عندنا هون ما شاء الله هي جوز لسه بقش جديد. ان شاء الله اذا قدرنا نجيبه ما بيجيش على الزوق. هذا زي ما احنا شايفين هذا المطير يا اخوان، يعني برا الجهه الخارجيه زي ما احنا شايفين، هاي العش، هاي العش وهي الطيره راقده فيه. هاي الطيره راقده فيه زي ما احنا شايفين، هاي ذيل الطيره، هذا العش على الشبك الخارجي زي ما احنا شايفين. وهي عندنا هون، خلينا نزغر الصورة طبيعية. اللهم صل على سيدنا محمد، طبعا زي ما احنا شايفين هاي هون، اللهم صل على سيدنا محمد. هاي هون هذا عش جديد، هذا جديد العش والله اعلم انه. وهي عندنا هون هاي فوقي واحد، هذا طير انفراخه طبعا. لا يعني نسبة التعشيش الحمد لله ممتاز، يعني لسه الإنتاج أموره تمام. زهير الله يبارك فيك، الله يبارك لنا ويبارك لك يا أخوي زهير. الشافعي عبد الله الله يسعد مساك، الله يسعد مساك يا أخوي الشافعي عبد الله، الله يبارك في عمرك. طبعا اليوم ممنوعين نفوت جوا لأنه في عندنا عشين حوالين الكرسي، يعني هاي الكرسي مهجور، لأن عشين بنبني جديد فوق الكرسي هون، بدنا نحاول نكسبهم لما يبيضوا، يعني بعين الله لما يخلصوا بيض. هاي يا اخوان فطم المطير، لما نقول لك فطم مطير هيو، هاي الفراخ تنزق من حسين قدامكم. هاي الفراخ تنزق من حسين قدامكم يا اخوان،
هذا هو فطم البطير اللي بنحكي عنه. لمس انه لمس، والله لمس انه لمس للذكر. هيا جاء الفرخ الثاني. لمس انه لمس يا حرام. الله يسعد مساكم جميعا يا اخوان، اللهم صل على سيدنا محمد. خالد الله يسعد مساك. يوسف الله يسعد مساك، الله يبارك لنا ويبارك لك. اخوي وليد الله يسعد مساك. زهير الله يبارك فيك. ابو جواد الصفر الله يسعد مساك. وين العشاء؟ وين اللحم يا ابو جواد؟ الله يبارك لنا ويبارك لكم جميعا يا اخوان. ابو ايمن كيف بمسك الفراخ؟ والله الفراخ بحاول احشرها في الزقه اللي جوا هاي، وكل ما ادخل بزبط لي واحد بحطه في جيبتي، يعني بسرق سرق فراخ. لكن ادخل في شبكه وكذا لا، ممنوع. الفرخ غشيم فبروح على الشبك، فانا بحاول ادخل، الطيور الكبيره بتشرد لورا وبحاول امسك الفرخ بحطه في جيبتي. يعني كل ما ادخل بسرق لي فرخ فرخين من هالطيران. يوسف الله يسعد مساك يا اخوي يوسف. ممكن تستفيد بطن ثاني اذا بتقدر، اذا عندك جوز كنار خلي الانثى ترقد 5 ايام بعد اخر بيضه، وساحب البيض تحت كنار، بترجع تلف الطيره وتبيض ان شاء الله. يا اخوي ثامر سهيل مشايخ الله يسعد مساك. الله يبارك فيك يا اخوي ابو بشار. طائر الحسون الله يسعد مساك. الله يسعد مساك ابو جواد. الله يسعد مساك يا ابو جواد. يا اخوي هذا دجاج صيني بزبطش، بدها جبن البليس على القلب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يسعد مساكم يا اخوان، اللي عنده اي استفسار اللي عنده اي سؤال يسال، ان شاء الله انه الامور تمام.
جوانا كثير في الوقت هذا زي ما احنا شايفين. لسه ان شاء الله يعني احنا على جو الاردن يعني ان شاء الله انه ضايل لنا شهر ونص او شهرين في الانتاج، يعني على المناخ اللي هو السنه هاي بالاردن ان شاء الله متوقعين يعني نستمر في الانتاج شهر ونص لغايه شهرين. يعني ان شاء الله ضايل معنا شهر واكثر ان شاء الله، لانه السنه المناخ يعني معتدل وفي بروده. فان شاء الله اذا ما اجانا موجه حر احنا امورنا تمام ان شاء الله. أبو رزق الطرامس الله يسعد مساك. كاتلو كاتلو. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يسعد مساك يا اخوي ابو رزق الطرابلسي الله يسعد مساك. لمس ولمس لفظك. هذا قال لك تتجاوز وتنتج بدك تزق فراخ. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا البيض يا اخوان يوميا بنقدم بيض، يوميا بنقدم بيض، اللهم صل على سيدنا محمد. البيض يوميا بنقدمه، الخضار يوميا، الفلفل موجود يوميا. شو ما توفر لنا خضار بنقدم للطير. الجوز طبعا بزقهم في بعض، هاي الفحل بزقها والطيره بس ورا البلاستيك. ما شاء الله تبارك الله. حياك الله يا اخوي ثمر، حياك الله. اسال الجلوانه اذا ما توفرت الخس ممتاز، الخس الشوكي ممتاز، الخس العادي ممتاز، البقلي الايام هاي متوفره، البقلي برضه ممتاز. زي ما احنا شايفين هي الطير في الجلوان الان.
الله يسعد مساك يا اخونا محمد. الطيور اللي جبتها يعني اللي بتموت هاي بالعشر حبات، يعني جلاب مثلا، طيور كبيره ولا فراخ، ولا شو الطيور اللي جبتها؟ الله يعوض عليك يا اخويا محمد. لكن الطيور اللي جبتها الله يسعد مساك يا تامر. اخويا محمد الطيور اللي جبتها يعني جلاب مثلا ولا فراخ، ولا شو الطيور اللي جبتها الايام هاي؟ دائما لما نجيب الطير قبل ما ندخله على المطير بدنا نحاول نعطيه تايلان وفلاجين وفنجسون. ابراهيم الوقوق الله يسعد مساك. الله يسعد مساك يا اخوي ابراهيم. يحيى الله يسعد مساك. يحيى علي الحمد لله يا اخوي ابو اللهم صل على سيدنا محمد. ابو حسام الله يسعد مساك. الحمد لله موسم خير على الجميع ان شاء الله. الحمد لله من فضل رب العالمين موسم خير وممتاز على الجميع. الحمد لله يعني موسم ممتاز جدا، يعني الحمد لله ربنا كرمنا في الانتاج بشكل ممتاز والحمد لله. طبعا طبعا هاي الفراخ بتاكل جلوان يا اخوان، هاي الفراخ بتاكل، بنتعلم من اهليها بتاكل جلوان. يوسف ابو الوليد الله يسعد مساك. ابو انس الله يكرمك يسعد مساك يا اخوي ابو انس. الله يسعد مساك يا اخوي ابو انس. ان شاء الله يا اخوي محمد ان شاء الله انك غير تشوف مش طيره راقده، ان شاء الله غير تشوف طيور راقده على فراخ وبتزقهم وطيروا عندك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا غير يكرمك فيهم. طلال ابو سبيتان الله يسعد مساك. شكاط عادل الله يسعد مساك يا اخوي. شكاط عادل الله يسعد مساك. ابو يزن الكردي الله يسعد مساك. الله يسعد مساك يا شباب جميعا. Thank you.
حياك الله يا اخوي يا محمد، الله حياك الله. ابشر يا اخوي محمد، ابشر ابشر في المساعده كامله ان شاء الله. أخوك الصغير محمد الشافع، حياك الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. شوف العش اللي بلفوا فيه، بس مش ظابط معنا. طبعا الفلفل يا اخوان مقدمين فلفل، هاي الفلفل مقدم. اشكاط عادل، الله يسعد مساك. فراخ الحسون دائما لما يصير عندك فقس حاول تستخدم التايلان او التايلوزين في المي. التايلان او التايلوزين ممتاز بالذات للالتهابات البسيطه. ممكن تستخدم الفلاجين والفنجسون البشري. لما يصير عندك فقس استخدم الفلاجين والفنجسون البشري بالذات للفقس الجديد، لما يكون عندنا في المطير فقس جديد. التايلوزين ممتاز، والخضار شوك المرير والخضار والجلوانه للفقس بالذات لما يكون في احمرار ممتاز، يعني بمشي بطن الطير وبخلي الهضم امورها. على بني حسن الله يسعد مساك. والله يا اخوي علاء بني حسن ما في عندي بلدي بالمره، وهاي الذكور كلها مستورد. كانوا يقولون شمال العراق نشتري، يقولون مصر نشتري، يقولون سوري نشتري. اقول لك يمكن يطلع اوكراني، يمكن يطلع شمال العراق. هاي الطيور شو ما حكونا من الاستيراد كنا نجيب، لكن ما فيها ولا حبه بلدي. الله يسعد مساك يا اخوي علاء. ابشر يا ابو جواد، بدك خلطة ابشر، موجود خلطة زق الفراخ.
ابشر يا ابو زواج، الله يسعد مساك يا ابو جواد. اسماعيل الاسمر الله يسعد مساك. الله يسعد مساك يا اخوي اسماعيل صاحب الكاردينالو، الله يسعد مساك، الله يبارك فيك يا اخوي صاحب الكاردينالو. ابو ايمن الحراني الله يسعد مساك. نعم الخضار بنحطه زي ما هيك عبوات، بنحط عليه شويه مي في الارضيه، يعني ممكن تعمل عفن وريحه عاطله لكن بنتحملها مش مشكله. بنحط شويه مي في قاع الوعاء هذا واموره بصير تمام، يعني بصير عمره اطول. هذا البريق ابو برغي يا ابو جواد. ابو برغي محمد علي الله يسعد مساك. اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبة لمسك الفراخ داخل المطير يعني فيها مخاطرة انك ممكن توقف الانتاج، اذا بتشوف المسك سهل ممكن، لكن تدخل في الشبكة
وتهجج للطيور، يعني ممكن انك توقف الانتاج عندك. شهاب الله يسعد مساك. حمزة الله يسعد مساك يا أخوي حمزة. والله الحمد لله غيرنا التلفون الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا اخوان بالنسبة لخلطة الزق اليدوي، بالنسبة للخلطات الجاهزة الزق اليدوي اللي احنا بنجيبها، اللي هي مثلا يعني الانواع اللي هي المعتمدة لزق الطير زق الفراخ، يفضل انك تعمل لها مية خضار، يعني تخلطها بمية خضار. مية الخضار ممتازة وبتساعد لو بدها تعمل امساك الخلطة، مية الخضار بتلين الامعاء وبتشغل الهضم. يعني ممكن نستخدم ورقة خس وعرقين جلوانة وقطعة صغيرة تفاح مقشر وقطعة تمر مطحون ونضيفهم في الخلاط. اللهم صل على سيدنا محمد. وممكن نضيف عليهم مي ونضربهم على الخلاط. هاي المي اللي بتطلع معنا مي الخضار مع التمر مع اللهم صل مع التفاح، هاي ممكن نخلط فيها خلطة الزق. يعني هاي الخلطة لو الخلطة عندي بدها تعمل امساك، هذه العملية ما بتخلي الطير يصير معها امساك، بالعكس بتساعد على الهضم وتكون امور الطير ممتازة. الله يسعد مساك يا اخوي ابو محمد، الله يبارك فيك.
نطحن يا اخوان مع الخلطه، ممكن نطحن خلطه علف الحسون، ممكن نطحن خلطه علف الحسون ونعملها على شكل بودره ونضيف مع بعض الوجبات. واول ما نسحب الطير لازم نعطيه مع اول الوجبات، بالذات وجبه الصبح لازم نعطيه شويه خميره نافعه مع كل وجبه، وجبات الصبح. مبروك الداخل عثمان، الله يسعد مساك، الله يسعد مساك يا اخوي ابو الفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. احمد العجوري الله يسعد مساك، الله يكرمك يا طيب. يا اخوان انا الان شغال على خلطه، يعني وصلت لمرحله فقس اليوم ممكن في خلطه تزق ويطلعوا. الان عندي فراخ، عندي فراخ فقس يوم الان عمرها 8 ايام، ما انزقت لا من كمار ولا من حسون. يعني الحمد لله وصلنا لخلطه امورها تمام. الله يسعد مساك يا اخوي احمد العجوري. يعني ممكن فرخ الحسون فقس اليوم نزقه خلطة معينة ويعيش ويمور تمام السيارة. لكن الآن احنا لحد الآن بنجرب في الخلطة وبنحاول نشوف الفراخ هاي لما تفطم وكيف تمور. بالنسبة لخلطة الزق اليدي يا اخوان، إذا ما بدك تقع في مشاكل، بالنسبة للاخوان اللي بيستعملوا خلطة الزق اليدوي، إذا ما بدك تقع في مشاكل لازم تعمل مية الخضار، لازم تعمل مية الخضار ووجبة الصبح تكون المي مغلية عشان تطلع معاك الوجبة دافية. وإذا قدرت في كل وجبة تعمل المي مغلية وتشتغل عليها ممتاز. يعني اللي هو ورقتين أو ورقة خس، عرقين بقلة، قطعة تمر مطحون صغيرة، قطعة تفاح مقشر، وبتضربهم على الخلاط بصير عندك المي، هاي مية الخضار. وهاي المية بتخلط منها، يعني بتخلط منها خلطة الزق. ولازم خلطة الزق لما تخلطها تتركها أقل شيء 3 دقايق تتشرب، على أساس إنها تصل لمرحلة إنها درجة الطراوة فيها تكون ممتازة. يفضل انك تسحبها في السرنجي، يعني يفضل انها تكون طريه شوي، لازم الخلطه تكون طريه. وسام الله يسعد مساك، رائد الله يسعد مساك، ابو وضاح الله يبارك في عمرك ويسعد مساك. فيا اخوان خلطات الزق، خلطة الزق اي نوع كان، سواء الخلطات الجديدة او البادوفان او الاي 21، اذا استخدمنا معها مية الخضار وزقينا منها الفرخ، ودائما الفرخ اول ما نسحبه لازم نعطيه نص وجبة، يعني ضربتين فقط، وكل نص ساعة بنعطيه ضربتين لما نتأكد انه اكل الخلطة وتبرزها أمورها تمام بنكمل معاه. ويفضل خلطة الزق نعمل لها مية الخضار اللي هي مكوناتها ورقة خس، عرقين بقلي مثلا، قطعة تمر مطحون، قطعة تفاح مقشر، نضربهم على الخلاط بصير عندي مية خضار. هاي مية الخضار ممكن نستخدم فيها مية مغلية. الآن هاي المي ممكن نخلط منها خلطة الزق ونعملها طرية شوي،
وقبل ما نزق الفرخ لازم نخليها تتشرب اقل اشي دقيقتين ثلاث وتكون فيها طراوة. وبنزق الفرخ نص وجبة نص وجبة، وبعد ساعة بنزقه كمان نص وجبة. لما نتأكد يعني بعد ساعة ونص الطير راح يتبرز معنا الخلطة اللي اكلها. من شكل البراز تعرف انه خلطك ممتازة، ومن لمعة جسم الطير بتعرف انه خلطك امورها تمام. احنا الان توصلنا والحمد لله يا اخوان لخلطة. انا عندي الان عشين مسحبهم فقس يوم، يعني فقسوا تحت الكنارة وما زقت، الان عمرهم حوالي 9 ايام، يعني بطنين تحت كنارات، الكنارات ما زقوا والان عمرهم 9 ايام، يعني زقناهم من اول يوم. فاغلب يعني مشاكل الفراخ يا اخوان بصير مع الطير، بصير عنده امساك، يعني عند الحوصله اللي العلف بتجمد فيها، العلف بتلاقيه متحجر في الحوصله وبتبرز الحوصله من جلد الطير، بصير عنده الحوصله بتوقف لانه خلطه العلف بتتجمد داخلها. اللهم صل على سيدنا محمد. الطيره اللي ما بتاكل بيض، اذا طيرك بياكل تمر ممكن تطحن البيض وتدخله مع التمر. الله يسعد مساك يا اخوي وسام محمد شويكي، الله يسعد مساك. يا اخوان الطيره اللي ما بتاكل بيض ممكن نطحن البيض على الاخير وندخله مع التمر والمكسرات، لكن بنصير نعمل كميه قليله، ممكن نجيب صفار البيض نجففه وندخله مع التمر، وممكن نقدم في المي كالسيوم، ممكن نقدم الرمل والملح والفحم، يعني لازم الطيره تاكل بيض. عمر الله يسعد مساك. ولازم يا اخوان خلطة الزق تكون طرية، ما بصير تكون جامدة، يعني شبه البطاطا المهروسة، لازم تكون خلطة الزق عندي طرية. حكيم الزمان الله يسعد مساك. Thank you.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللي عنده اي استفسار يا اخوان يسأل، ان شاء الله الامور تمام. حياك الله يا اخوي حكيم الزمان، الله يسعد مساك، الله يكرمك يا اخوي وسام. ان شاء الله يعني توصلنا لخلطه، يعني يا اخوي وسام خلطه يعني بتنفع للزق من اول يوم، يعني الفقس جديد ان شاء الله بتطلع امورها تمام، لكن بيحتاج تدفع، يعني اذا دفناه اموره تمام. حسن ابو شويري الله يسعد مساك، عدوش الله يسعد مساك يا اخوي عدوش. حياك الله يا اخوي عدوش الله يسعد مساك. فاقد اعز الناس الله يسعد مساك يا طيب. محمود ابراهيم الله يسعد مساك. الله يسعد مساك يا اخوان جميعا. نرجع نحاول نجيب العشاق برضه كمان مرة. مصطفى عايد بن عامر الله يسعد مساك، موسى زوالي الله يسعد مساك، الله يسعد مساك يا اخوي موسى زوالي، الله يسعد مساك، الله يسعد مساك يا اخوان جميعا. موسى زوالي، خيوط العنكبوت داخل السلاكه يعني ما في منها خوف، يعني خيوط العنكبوت داخل السلاكه ما في منها خوف او خطر على الطير. ناصر الله يسعد مساك يا طيب، الله يسعد مساك يا طيب، الله يبارك لك في رزقك، الله يبارك فيك يا اخويا ناصر، الله يسعد مساك، الله يكرمك، الله يبارك لك في رزقك ما شاء الله عنك وعن طيورك، الله يبارك لك. فبالنسبه لخيوط العنكبوت يا اخوان ما فيها مشاكل على الطير، يعني ما فيش خطوره على الطير. الله يسعد مساك يا اخويا ناصر، الله يبارك فيك.
الله يسعد مساك يا اخويا موسى ابو مالك الريان، الله يبارك فيه. بالنسبة للفراخ، الفراخ يعني بعد أتوقع بعد شهرين ونص ببلش طير جسمه يبلش يصير الفرخ، بس بعد ما يخطب شهرين ونص ببلش إن شاء الله ينزل غيار. لكن أهم شيء في الغيار لازم تدعم الفرخ، لازم تدعمه في التغذية والتشكيل. فادي الله يسعد مساك، الله يسعد مساك يا اخويا فادي، الله يبارك لك في فراخك ان شاء الله. الطيور اول كم يوم ادعمهم تغذي وكذا، لما تتاكد بياكلوا وبيشربوا لحالهم تقدر تعزلهم كل طير في قفص، تقدر تحطهم في غرفه وبينهم فواصل، يعني الفراخ هاي ما تشوف بعض، يفضل انه الفراخ هاي ما تشوف بعض، وتشغل عليهم التسميع. حاول تسمعهم طول النهار، حاول تسمع هاي الفراخ طول النهار. ابو ممدوح الغرايب الله يسعد مساك، الله يكرمك، الله يسعد مساك يا اخوي ابو ممدوح، اللهم صل على سيدنا محمد. ابو عدي كراين الله يسعد مساك، الله يكرمك.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ابو عمر الله يكرمك يا اخوي ابو عمر، الله يبارك لك، الله يجزيك الخير يا اخوي ابو عمر، الله يسعد مساك. موسى زوالي الله يسعد مساك. موسى زوالي الله يسعد مساك. فرخ الحسولة من زك تحت كنارة، من ناحية اللغة، من ناحية اللغة راح يأخذ يعني من أداة الأم. فرخ الحسون اللي بنزق تحت الكنارة على الأغلب راح يأخذ من أداة الأم، وإذا الكنارة من النوع اللي بيسفر يعني بيسفر كنار، على الأغلب راح الفرخ يصير يسفر كنار، لكن من أداة الأم راح يأخذ الفرخ على الأغلب. الله يبارك فيك يا أخوي أبو عدي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الله اكبر، العزة لله. الله يكرمك يا اخو ابو عمر، الله يبارك في عمرك. الله اكبر والعزة لله. الله اكبر والعزة لله. الله يبارك فيك يا اخويا محمد، الله يسعد مساك، الله اكبر والعزة لله. Thank you.
الله أكبر والعزة لله، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. حكيم الزمان الله يسعد مساك. بالنسبه لانتاج القفص وانتاج المطير، انتاج القفص يعني في صعوبه اكثر من انتاج المطير. انتاج القفص في صعوبه اكثر من انتاج المطير. انتاج المطير اسهل، ممكن تشغل اكثر من جوز في نفس المكان، ممكن تعتني باكثر من جوز يعني بشكل سهل. إنتاج المطير أسهل، وللخدمة وللشغل والتعب يعني أسهل. علي أبو أحمد جركس الله يسعد مساك. Thank you.
طبعا انتاج المطير احسن، يعني ممكن تسحب منه بيض، بسحب البيض تحت كنار، ممكن اسحب فرخ عمر 4 ايام او 5 ايام وازقه يدوي، يعني المطير ممكن تاخذ منه طير ويطلع معك بوز وخالي علام، يعني في معك مجال تسحب البيض، في معك مجال تسحب فرخ صغير، فرصة نجاحك في المطير احسن وافضل، واقل شغل واقل تعب. اللهم صل على سيدنا محمد، الله يسعد مساكم يا شباب جميع، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يسعد مساكم وشكرا لكم جميعا يا شباب، الله يسعد مساكم، شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، الله يسعد مساكم، شكرا لكم، السلام عليكم.